يقال أن أحد الخلفاء استدعى شعراء مصر، فصادفهم شاعر فقير بيده جرة فارغة ذاهبا بها إلى البحر ليملأها، فتبعهم إلى أن وصلوا إلى دار الخلافة. فبالغ الخليفة في إكرامهم والإنعام عليهم، ولما رأى الرجل والجرة على كتفه ونظر إلى ثيابه الرثة قال له: من أنت وما حاجتك؟ فأنشد الرجل: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطعم أتيت بجرة. فقال الخليفة: املأ له الجرة ذهبا وفضة. فحسده بعض الحاضرين وقالوا: هذا فقير مجنون لا يعرف قيمة المال، فلربما أتلفه وضيعه. فقال الخليفة: هو ماله يفعل به ما يشاء. فملئت له جرته ذهبا، وخرج إلى الباب هذا الفقير بهذه الجرة، ففرق المال لجميع الفقراء. فبلغ ذلك الخليفة فاستدعاه وسأله عن ذلك، فقال: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فأعجب الخليفة بجوابه وأمر أن تملأ جرته 10 مرات، وقال: الحسنة بعشر أمثالها. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وسلامتكم.